بلش بتر فلاي جارد المفروض دبل اندر هوك بسحب هوك يعني بدي اعمل له سويب بقعد بعمل تكنيكال ستاندر بجيب ركبتي يم قبال معدته او راس المعده بسكر ايديك مسكه مصارعه بضغط ركبتي لقدام وبسحب ايدي لورا وبقعد start from the butterfly guard I get the double under hooks I pull him then I push him back and do a technical standard I put my knee right against his belly I get a gable grip I push in my knee and squeeze my arms and pull him back noch chief butterfly guard you chop da dolor no way tak double under hook halos تعادل التكنيكال ستاندر بيريود سجولتون جاي دايلك بوقتيها كيش بعد اخترتو هولتو لخ واوش اختصرتو قولتو توتريو كيش يعني عمردو تو بوقتيها